مشاهدينا الكرام، للتعليق على الشأن الليبي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الليبي السيد ياسين خطاب. أهلا بك سيد ياسين. بداية، 7 سنوات مرت على ثورة 17 من شباط فبراير، ما الذي حققه الليبيون؟ نعم، السلام عليكم، تحية لك وعليكم السلام ولمشاهديك الكرام، وكذلك أهنئ أهلي في ليبيا والشعب الليبي بذكرى 7 لثورة 17 من فبراير. بداية، الثورة هي في النهاية حدث مجتمعي تراكمي، لا يمكن أن نتحدث عن منجزات للثورة باستثناء أنها أعطت البراح للناس للتعبير عن آرائهم، أنها كانت فرصة تاريخية وضعت أبناء المجتمع في سياق حركة هذا المجتمع، وأيضا وضعت المجتمع الليبي في سياق حركة التاريخ. هذا أولا. فيما يتعلق بالثورة، نحن نتعامل معها على أنها نظام سياسي، عندما نحاول أن نضح على محك الإنجازات أو على مصدرة الإنجازات. الثورة ليست نظام سياسي، الثورة وصلت وعندما قامت الثورة وصلنا حتى وصل إلى العملية الديمقراطية. لو تحدثنا عن العملية الديمقراطية بعد 17 فبراير، صحيح يجب أن يكون هناك حالة من النقد لحالة التحول الديمقراطي في ليبيا، لأن شابها ما شابها من مشاكل كثيرة متعلقة بمستوى الوعي السياسي لدى الليبيين، وأيضا عدم قدرة النخبة السياسية في البلد على إدارة الاختلاف بشكل جيد. لكن هذا لا يتعلق بالثورة. نصل إلى هذه النقطة سيد ياسين، يعني كل البلدان العربية التي شهدت ثورات مضادة كذلك. الثورة المضادة في ليبيا كيف أثرت على ثورة 17 من فبراير؟ طبعا بعيدا عن سردية الثورة والثورة المضادة، دعنا نتحدث اليوم عن فكرة الـ يعني ما الذي فشلت فيه قوى المحسوبة على الثورة حتى استطاعت القوى المضادة أن تتحرك فيه. ربما فشلت قوى الثورة أن تصل إلى تفاهمات سياسية تحفظ البلد وتصل بالبلد إلى وتنهي مرحلة الانتقالية في البلد. فشلت النخبة السياسية في البلد في تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، وأنا هنا لا أقدم خطاب إنشائي تعبيري، وإنما أقصد بذلك ما أقول. نعم. يعني وهذا حدث في أكثر من تشكيل حكومي قبل الانقسام السياسي، ولم تستطع النخبة السياسية في البلد أن تدير الاختلاف بشكل جيد. أيضا فشلت النخبة السياسية في البلد، وفشلت العملية السياسية في البلد في لحظات معينة عندما لم يكن هناك حسم مع القوة المحسوبة على التيارات المتشددة والقوة المصنفة إرهابيا دوليا، عندما لم يكن هناك حسم مع هذه الجماعات ومع هذه المجموعات، يعني استطاع أعداء الثورة أن يتحركوا في ليبيا باسم الحرب على الإرهاب تارة، وباسم الميليشيات والشرعية بالنسبة للخلافات الموجودة. طبعا الأمم المتحدة حاولت الوصول بالليبيين إلى اتفاق شامل لتقاسم السلطة. برأيك هل الأطراف المتنازعة الآن في ليبيا مؤهلة لاتفاق ينهي الخلافات باتجاه ليبيا مستقرة كما وصفتها الأمم المتحدة؟ في هذه اللحظة أنا أقول لك، في هذه اللحظة التي تحدث فيها لك، ليس هناك حالة استعداد من قبل الأطراف الليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية. ليس هناك أي توافقات سياسية حقيقية تضمن أن تقبل كل الأطراف بالعملية الانتقالية، تقبل كل الأطراف بالعملية الانتخابية بين قوسين تحديدا. ليس هناك دستور توافقي يضمن استمرار العملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في البلد، وبالتالي ما لم ننهي الدستور لن نستطيع الذهاب إلى العملية الانتخابية، وما لم نستطيع الذهاب إلى العملية الانتخابية لن نستطيع العملية الانتقالية، وبالتالي نحن مطالبين اليوم كليبيين والأطراف الليبية مطالبة أن تنجز تفاهمات سياسية تتعلق بالدستور أولا، ثم الانتخابات في ضوء هذا الدستور، حتى نصل إلى مصالحة وطنية وعملية انتخابية مثل ما رتبتها الأمم. كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الليبي السيد ياسين خطاب، شكرا جزيلا لك.